أيضا إلى السيد كاظم. سيد كاظم، إذا تمكنت قوى اللادولة من مسك زمام الأمور، ما هي السيناريوهات المتوقعة اللي نشاهدها؟ وتحدث السيد حامد المطلق وكان كل شفاف بكلامه، من تحدث أكو دعم 100% للخارج، وأيضا تحدث عن الدور الكبير اللي تدعمه أو تلعبه دول خارجية لتفتيت العراق. هذا الشيء ينطينا انطباع في وجود وظل وجود هذه الدول وهذا الدعم الخارجي والمال اللي اعتبره السيد حامد المطلق 100% مستحيل يكون عندنا دولة مستقرة قوية ثابتة. هو السؤال اللي يطرح نفسه، لماذا يكون هناك تدخل خارجي؟ ما احنا يعني اذا تحدثنا عراقيا وبصراحة، يعني مسألة ان يكون هناك استقرار سياسي هو الخطوة الأولى باتجاه أن يكون منع للتدخل الخارجي، وبالتالي مسألة استغلال من يبيع ذمته وضميره لهذه الدول. طبيعة النظام السياسي، طبيعة المحاصصة، طبيعة تشكيل الحكومات، طبيعة توزيع المناصب، طبيعة الدرجات الخاصة، طبيعة التحالفات حتى على مستوى تحالفات وكذلك على مستوى تفاهمات سياسية. أكو صوت، عفوا. نعم أكو صوت يرجع عليه. نعم، مشكلة خلل فني. صلح. أكو صوت يتكلم، أكو شخص يتكلم، ما أعرف. نعم. لذلك نعم سيدي. آسف. لذلك طبيعة النظام السياسي الذي هو أساس ضعف السلطة الرئيسية التي هي المفروض تفرض القانون وتكون اللبنة الأساسية أو اللبنة الأساسية في فرض هذا القانون على كافة الأرض العراقية، هو فيه إشكالية، وهذه الإشكالية هي التي تتيح للخارج أن يتدخل بغض النظر عن النسبة التي يتدخل بها. نعم هناك دول تتدخل بنسبة 100% وهناك دول تتدخل بنسب مختلفة. من هاي الدول تتدخل 100%؟ من هذه الدول اللي أحسنتي. يعني أولا إذا تحدثنا وأعطينا مصادق لهذه الدول التي تتدخل بشأن العراقي، يعني الولايات المتحدة الأمريكية على رأسها. قبل أيام كان لدينا قمة، سمعنا تصريح الرئيس الفرنسي ماكرون فيما يخص تواجد قواته. أيضا على مستوى الاتحاد الأوروبي الآن هناك مشروع قرار لدى وزراء الدفاع الاتحاد الأوروبي لتشكيل 50,000 مقاتل، بل الجغرافيا الأولى والمساحة الأولى لتواجد هؤلاء هم العراق. أيضا هناك دول العربية الخليجية أيضا تتدخل في الشأن العراقي، والمصادق أكثر من أن تعد وتحصى. مسألة التدخل في المظاهرات رأيناها بشكل واضح وصريح أيضا. نعم. يعني حتى على مستوى استقلالية بعض القوى السياسية، لكن البعض يقول لك أيضا يعني أكو دول أخرى تتدخل يعني بالشأن العراقي من جوار العراق. مثلا دكتور حامد، من يتدخل من جوار العراق؟ كل يتدخل يعني على إيران. احنا تعرف انه تتحدثون يعني ماكو تدخل ايجابي وتدخل سلبي. احسنت. فانت تتحدث عن التدخل. التدخل السلبي، انا اتحدث عن التدخل السلبي الذي لا يريد للعراق ان يستقر. احسنتي ست هيفاء، هذا من جانب. من جانب اخر احنا ايضا لا نرمي كل يعني اشكالياتنا على الخارج. احنا كعراقيين يعني نستسلم لهذه الاراده الخارجيه لو نعالج مشاكلنا ونفرض الدوله وقوه الدوله وقانون الدوله. لكن هذا ما تطبق. يعني سيد كاظم، انت انسان صريح، ما تطبق في ظل وجود احزاب كبيره، في ظل وجود عمق لبعض الاحزاب، يعني عمق من بدايه العمليه. هو ستيفا، هو السؤال ليش، لماذا لا يطبق؟ يعني لماذا لا يطبق هذا القانون؟ لماذا لا يطبق؟ ليس فقط احنا يعني كعراقيين نتحدث بصراحه، حتى وان كان هناك تدخل خارجي علينا اولا ان نشخص هذا التدخل كما تفضلتي سلبي او ايجابي. ثانيا نحن مشاكلنا الخاصه لماذا لا نشخصها؟ احنا ليش فقط نشخص الخارج؟ القوه السياسيه التي تستغل ضعف الدوله، ضعف الدوله، القوه السياسيه التي تستغل ضعف الدوله. او احزاب يعني عميقه بهاي الدوله، عميقه يعني دمرت الدوله من بدايه. خلينا نشخصها، خلينا نكون صريحين ونشخص هذه القوى السياسيه. نعم. التي صحيح. التي شكلت والتي كان لابد ومن ثم نجي لنعالج عندها. الخارج الذي لديه اطماع عندما يرانا متحدين في طبيعه ايجاد رؤيه وطنيه لاداره الدوله العراقيه وكذلك تحرير العراق من كل القوى المحتله بغض النظر عن الاسم والعدد والعده، وايضا ان يكون هناك حرص على تطبيق القانون بعدالة وشفافية وأنصاف على كل الرقعة الجغرافية، عندها هو سيفكر قبل أن يكون